بالطاهر طبعا قبل، لان في اذان هنروحه طبعا واحنا بنتابع طبعا صور من مسجد الحسين. استاذنا الكبير العازب الطيب الطاهر طبعا كاتبنا الكبير في الاهرام، بنعزيك بنعزي الصحافه المصريه والصحافه العربيه والعالميه ايضا يا فندم. ماذا يمكن ان نقول عن هذا اليوم لجموع يعني محبي كاتبنا هيكل والمتابعين واللي عصروه وحتى اللي ما عصروهوش؟ اتفضل يا فندم. بالتأكيد فقدان هيكل اليوم يمثل لا أقول خسارة، ولكن خصما من رصيد الفكر السياسي العربي والصحافة العربية التي تقوم على أسس مهنية وحضارية وأخلاقية والالتزام بقضايا الأمة وبقضايا الوطن. هكذا كان هيكل طوال مسيرته المهنية، عندما بدأ في الجبسن جازيت، ثم عندما التحق في مجلس اخبار اليوم ثم الاهرام، ثم حتى بعد مغادرته الاهرام وقيامه باعداد مجموعه. طيب الخط انقطع مع استاذنا عزب الطيب.